السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم دائما على قناتكم. كنتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. اليوم غتنقترح لكم واحد الوصفه يعني تحت الطلب ديال العديد من الاخوات. قبل يعني كنت قدمت لكم وصفه لتبييض اليدين، وبزاف ديال الاخوات طلبوا مني وصفه لتبييض الوجه، وانا اليوم عند تلبيه الطلب ديالهم. غادي نقدم لكم هذه الوصفه. هذه يعني سهله جدا، والمقادير ديالها جد بسيطه وغير مكلفه. غادي ناخذ هنايا ثلاث حبات ديال اللفت. كيف ما كتعرفوا ان اللفت يعني غني بالفيتامينات، ويعني كيساعدنا باش نحافظوا على البشره ديالنا ونوحدوا اللون ديالها، وكيقضي على كاع البقع الداكنه او لا الاثار ديال الشمس او لا الاثار ديال الحبوب. يعني هذا اللفت هذا يعني كي معروف عليه انه مبيض وكينقي البشره. غادي نستعمل هنايا ثلاث حبات. على فكره هذه الوصفه هذه غادي نستعمل هنايا الكميه المناسبه لجوج ديال الاشخاص، يمكن لكم تنقصوا المقادير. كيف ما كتشوفوا قشرنا الحبه ديال اللفت، وغادي نقطعها في واحد الكسرونه قطع صغيره باش دغيا تسلق لينا. غادي نضيف عليها الماء، وهنايا نحاولوا ما نكثروش الماء باش يعني غير الكميه ديال الماء اللي غتناسبنا باش يتسلق فقط، باش يعني دوك الفيتامينات وسميتهم الفوائد اللي تيكونوا في اللفت ما يمشيوش لينا مع الماء. يعني كنديروا غير المقدار اللي غنسلقوا فيه هذا اللفت هذا. ها انتما كيف ما كتشوفوا البنات، بعد ما تسلق اللفت كنديروا كيف ما قلت لكم الكميه غير ديال الماء غير باش يتسلق لينا اللفت. ها انتما دابا راه ها انتما وكحل الماء ديالو واللفت راه مسلوق. غادي ناخذو نوضعو في واحد الطبسيل. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات، وضعت اللفت في الصحن ومعسو بالفرشه. غادي نضيف عليه واحد الفرماجه مثلثه، او اللي يمكن لكم تضيفوا فرماجه مربعه. وغادي نضيف عليهم واحد الملعقه كبيره ديال حليب، بودره الحليب. كيف ما قلت لكم من قبل ان هذه الوصفه هذه استعملت هنايا كميه لجوج ديال الاشخاص. اذا كنتي مثلا بغيتي تستعمليها كميه لواحد الشخص، مثلا بغيتي تستعمليها غير لراسك، تقدري ديري واحد الحبه ديال اللفت تكون متوسطه، وملعقه صغيره ديال بودره الحليب، وفرماجه يعني غادي تقسميها على جوج، غديري غير نص ديال الفرماجه. كنخلط هاد المكونات جيدا. او لا يمكن لكم البنات، يعني انا صراحه اذا ما متوفرش عندي بودره الحليب والفرماج، كنستعمل ياغورت المسوس الطبيعي، حتى هو يعني كيجينا مزيان في هذه الوصفه هذه. وكنبقاو كنخلطوها مزيان حتى كتنسجم لنا هذه العناصر كلها. يمكن لكم توضعوها في الخلاط باش كتحصلوا على قوام كريمي اكثر، وكتسهل عليكم انكم توضعوها على الوجه. وكنتمنى البنات انكم تجربوا هاد الوصفه هذه وتردوا عليا في التعليقات وتعطيوني الراي ديالكم. انا صراحه هاد الوصفه هذه شفتها غير في الانترنت، وفعلا جربتها ولقيت فيها نتيجه جميله جدا، وبقيت كنستعملها. وهي صراحة يعني النتيجة ديالها كتبان بعد استعمال، بعد ما تستعملوها عدة مرات، يعني من المرة الثالثة غادي يبدا يبان لكم الفرق. يعني كاع دوك البقع الداكنة كتبقى تتبهات شوية بشوية حتى كتحيد بمرة. بالنسبة للطريقة ديال استعمال هاد الوصفة هادي او لهاد الماسك هذا، غادي ناخذ واحد الكميه وكنوضعوها على الوجه، وكنحاول انني نوزعها بشكل جيد، ويمكن لكم تستعملوا الشيطة. وكنخليو هذا الماسك هذا على الوجه حتى كينشف. من بعد كنعملو بحال الشكل ديال مساج للوجه بشكل دائري حتى كنتخلصوا من هذا الماسك هذا.
من بعد كنغسلو الوجه ديالنا بالماء البارد، وكنستعملو الكريم ديالنا المرطب اللي كنستعملو بشكل يومي. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنىها تنال اعجابكم وتجربوها، وكنشكركم على حسن المتابعه، وكنتمنى انني نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، وكنتمنى انكم تدعمونا بلايك للفيديو وتشاركوه مع اصدقائكم والاحباء ديالكم لتعم الفائده. والان نخليكم في رعايه الله، والى اللقاء.